ناخذكم شوي على المطبخ الصيني، واليوم عم نعمل وصفة اللوبيان مع الإدمامي. ما فيها كتير مكونات، خليني أشرح لكم أول شيء المكونات وأخذكم بطريقة التحضير ونحكي شو هي هاي الوصفة أصلاً، وليه دايماً المطبخ الصيني بيكون فيه بروتين وجنبه نشويات، يا أما فرايد رايس يعني رز مقلى، أو بيكون عنا نودز مثل الباستا مثلاً أو نوع من أنواع النشويات. اليوم عم بستعمل الروبيان، وأخذت هذا الروبيان بعد ما تنظف عملناه نص لقف، هو الروبيان اليوم مطبوخ يعني ما بيحتاج وقت على النار، فإحنا مجرد حنحط الخضار والنكهات الموجودة. النكهات والطعمات اللي عم نستعملها اليوم هي الزنجبيل المطحون، الثوم المهروس، زيت السمسم، صلصة المحار وصلصة الصويا. أوكي. هدول المكونات شايفين هدول الثلاثة خلوهم عندكم بالخزانة كما بتكون مشتيين أكل صيني طعمه طيب، لأنه ما يبغى له ملح وفلفل الأسود، هو هذه أبدا كثير، وهي الطعمات حتاخذكم على أطيب أكل صيني صدقوني. يعني صلصة الصويا سواء مالحة قليلة بالصوديوم مثل ما أنتم بدكم، صلصة المحار أو المتعارف عليها بالأويستر صوص، وزيت السمسم اللي هو ما بنحتاج منه كمية كبيرة لأنه طعمه كثير بيطغى بصير بيقلب على ريحة الدواء فما تكتروا منه كثير، الزنجبيل والثوم اللي هو يمكن بالمطبخ العربي الهندي الآسيوي بشكل عام بس كمان بالمطبخ الصيني. اليوم حنستعمل كمان معلقة نشا لنعطي سماكة لصلصة الروبيان، وحنعمل الرز لوحده مع الذرة والبيض والثوم. أما الروبيان حيكون بس مع الإدمامي، والإدمامي اللي هي فول الصويا. هو إدمامي. إدمامي. صرنا نسمع عنه إدمامي، أول ما طلع الإدمامي كنا نسميه إدماما وناس إدميمي. في المطاعم الجبانية. في المطاعم الجبانية. اليابانية دائما يجيبون. نرجع للمطبخ من الجباني لليني. حنعمل اليوم الإدمامي اللي أنا لقيته موجود هلا متوفر بدون القشر. هو عادة الفول الصويا كمان كثير مفيد سارة، خاصة لتنظيم الهرمونات بجسم المرأة، فإذا فكرنا إنه إذا بنقدر ناخذ شوية إدمامي تقريبا كل يوم او يوم اي يوم لا ايش يعني هي في له تنظيم الهرمونات اللي نحن بنحتاجها بالجسم، يعني يبغى لنا نوزعها هذا على الناس نحن كل يوم. حبيبتي بدك ادمامي اذا شربت لك ما بدك اشربوا شاي، فهو فعلا من خلينا نقول البقوليات المفيده كثير. اذا مو متوفر عندكم فيكم تستعملوا بديل عن هي مع هاي الوصفه فاصوليا خضراء او بازيلا اي شيء هيك اخضر. طيب لنبدا اول شيء ححمي النار هون، وحنبدا اول شيء بتحمير الخضره، بعدين حنزيد عليها الزنجبيل والثوم، وحنحضر الصلصة، بعدين حنستعمل الروبيان. اوكي فهو آخر شيء حيكون حابدا شوي بالادمامي هيك حمصها، حنستعمل بس زيت نباتي شوي، دائما المطبخ الصيني ما نحط ابدا زيت زيتون لانه ما بيزبط مع هذا المطبخ. وكمان السبب الثاني انه الزيت النباتي بيزبط للمطابخ اللي فيها تقلايه، لما بدنا نقلي وترتفع حراره الزيت معنا ما نستعمل زيت الزيتون لانه بيطلع طعمه محروق. اوكي دائما نستعمل زيت ذره، دوار الشمس، كانولا، اي نوع من انواع الزيوت اللي انتم بتفضلوه. اوكي هلا بس نبلش شوي هيك نحمص الادمامي او الصويا اللي عندنا، حاخذ شويه زنجبيل تقريبا معلقه، وحناخذ كمان شويه ثوم. اوكي وهلا بدي شوي تتحمر هاي الطعمات مع بعضها. احنا كلنا نحب الاكل الصيني هلا، بس هل اللي احنا بنسويه هل هو فعلا صيني؟ هذا هو السؤال. شوفي سؤال اليوم، انا من وقت ما رحت اخر مره بحياتي على الصين، اول واخر مره كانت رحت يمكن من حوالي 12 سنة 14 سنة زمان، يعني بتذكر قعدت تقريبا أسبوع، على قد ما شفت تاريخ وحضارة وسور الصين وبيجين وشنغهاي والمدينة الإمبراطورية، يعني كنت فعلا مذهولة بالبلد كبلد، قد ايه بتحسي عالم تاني كوكب تاني. بس الأكل بسبعة أيام أنا بدي هيك دايت 7 كيلو، لا ضعفت 7 كيلو. يا الله. وأنا بحب الأكل وبجرب وجريئة، يعني هلا تاكل كل شيء، يعني مو أنه تاكل كل شيء بس أنه تجرب كل شيء. أنا بجرب كل شيء وجريئة بالأكل وبحب الأشياء الجديدة، بس صار الأكل أبدا ما كان طيب، يعني مو زي هذا اللي إحنا قاعدين. لا لا. طب إيش الفرق؟ طيب. بس اللي اكتشفته بهالبلد أنه مثلا ببيجين عندهم مطبخ، بشنغهاي مطبخ ثاني، ما كثير متاكده من الاسماء بس في عندهم الكانتونيز لهم كذا اسم مختلف، اكيد تين تون دون شيء زي كذا، فاشن فاشن شيك باريس الاشياء. المهم انه بتختلف المطابخ عندهم، يمكن نفس المكونات بس بيستعملوا كثير كثير زيت بالاكل، فخلينا نقول انه احنا مو متعودين، او التيست بودز اللي عندنا التذوق مو متعود على هي النكهه اللي عندهم، فاحنا عم ناخذ خلينا نقول المطبخ اللي نحن بنسميه الاسيوي او الصيني اللي معرب يعني، او صار امريكان اكثر او كوميرشال اكثر، انه صار انه للمطاعم وللعالم وللناس. شوفي صار اللي يناسب كل الاذواق، يعني حتى مثل المطبخ الياباني، احنا مو كل المطابخ اليابانيه اللي بناكلها هلا بالشرق الاوسط هي فعلا
يابانية، ويمكن بناخذ مكون واحد من كل هالمطبخ ومنسميه مثل لما الناس برا بيقول لك حمص، احنا بنعمل مليون الف طبق مو بس حمص. اظن الاكل العربي هو الوحيد اللي ما يتغير، يعني نفس ما ينطبخ في البيت ينطبخ في المطاعم، ما يتغير والله في ناس بتغير، يعني والله في ناس بتحسي بيكون بقلبك. بس مثلا لما تسافري يعني تروحي لندن تاكلي شاورما حيكون هو طعم شاورما، يعني عارفه يعني كيف؟ ما يغيروه تقريبا. او في فرنسا او في اسبانيا او هذه البلدان ممكن يكون في اشياء عربيه. هلا يمكن نحن لانه بنعرف بهذا المطبخ فانه بنقدر نفرق بين طيب ومو طيب. اوكي خليني اقول لكم الصلصه بس هيك بشكل سريع، احنا بعد هلا زدت عليهم هون اللوبيان وعندنا الادمامي مع الزنجبيل والثوم، ما في عليها ابدا شيء زياده. هلا حاخلط الصلصه اللي هي عباره عن صويا صوص واويستر صوص، اوكي، وبعدين حزيد عليهم كمان زيت السمسم. صار عندي هون الصلصه جاهزه، بس احنا لحتى نعطيها سماكه وطعم للوصفه حضيف شويه نشا، اوكي، وححط معاهم شويه مي، لازم يكون بارد حتى تذوب معانا. شوي شوي هيك صار عندي الصلصه هون جاهزه، مع النشا حيخليها على طول تصير سميكه. وهذه نفسها تحطيها على هلا هي هي الصلصه مع النشا اللي موجود فيها حنضيفها على الخليط. وهلا على طول بس حنحركهم شوي، حتشوفي انه الصلصه تماسكت على طول مع كل الطعمات، يعني شوفي تغلفت. وهلا تعتبر الوصفه مثل ما شم الريحه، حسيت هيك صيني كثير. بتعرفي ذكرتيني لما كنا زمان واحنا صغار نروح مع اهالينا المطابخ الصينيه، بس اللي يطبخوا قدامك. ايوه كان يعني الانترتينمنت حق الويكند، نروح نقعد صح. طبعا نخرج ريحتنا يعني ما تروح تتحممي وكل شيء تشيليه في الغسيل زي ما وكنا هو. ننبسط من هذا الصحن التابانياكي يمكن اللي بيجي وبعدين بس يقعد يسوي حركات وبدري، فكان يعني استمتاع وقتها. صح احنا هلا طبعا بعرف ما معنا كثير وقت، عندنا الروبيان صار جاهز تقريبا، حابدا انا بتحضير الرز بس لحتى اخبركم بشكل سريع. عم بستعمل للرز اليوم ثوم ذرة، وبنستعمل رز، انا بفضل الرز التايلندي. اوكي اكتشفت انه الرز التايلندي مع الطبخ كثير اطيب. فلطريقه التحضير انه بنستعمل زيت نباتي، حاخذ معلقه كبيره من الثوم لانه بدنا الثوم يتقلى ياخذ طعم هي التس. اوكي فبدنا نخليه شوي على النار لحتى يبلش يتحمص معنا، بعدين ححمص مع كوب من الذره وبنطبخ معاهم الرز بشكل كامل. بعد شوي انا رح اورجيكم بعد ما يكون انطبخ الرز كيف حنعطيه تقلايه، كيف بنزيد عليه البيض، بصير عندنا رز مقلب الثوم والذره مع الروبيان. يا سلام بالصلصه مع ب7 دقائق. تسلم الايادي، اكيد حنيجي نجربها بعد شويه.